تعظيم شأني ماذا؟ الدين. هو الرسول حنين، أحن منه ما كاش إلا رب العالمين، ما صلاش على اللي عنده الدين. بصح علاش ما صلاش عليه؟ مش حنين عليه. كيف أبي بن سلول حب يصلي عليه ومدلوا العباية ودفنوا فيها باش يفهم الأمة باللي الديون صعبة، ما تخليش الناس تاكلهم رزقهم وتجي تصلي، سدد يالو كان بالشوية. هذا هو المقصود. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوبوا، اكتبوا، ما عندش علاقة نثق فيك ما نثقش فيك، هذا شيء آخر. لكن الموت لما يجي، أنا كبير وانت كبير، درنا دين بيناتنا، واحد فينا يتوفى، منين نجيبوا المال من بعد؟ نخلوا الذراري يضربوا بيناتهم ويدخلوا في صراعات؟ حدثت هذه، حدثت أنه أولاد جولية أنا مظلومين، لما راحوا لأولاد الرجل الميت قالوا لهم خليه يتحرك في قبره. إيه ذا هو الولد اللي ممكن تبكي عليه، يا وبكي على روحك، يعني نقول لك رد بالك تسلف على جل أولادك وما تقول لهمش، تموت يديروا شريبة سخونة ويتعارضوا، هاني نقول لك انت لتحت في الليلة الأولى هذيك ما نعرف اش راه صاير فيك، علم ذلك عند ربي لأنك عالم برزخ. انتبهوا يا إخواننا، انتبهوا الله يرضى عليكم. فقضية الدين أيضا مهمة، إذن اللي عنده الحكمة يكتب الدين باش ما يخليش حرب عالمية موراه. خلاص ونختم لكم بهذه، كاين واحد الحديث صحيح صحيح مسلم، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يسمى الشهيد مسكين مد روحه والأمة خلته عنده الديون، وإحنا جينا ندرس لكم باللي الشهيد إلا عنده الديون ما يغفرلوش ربي. سيدنا محمد لما قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، ماشي باش الشهيد يكون عنده ديون، باه يفهمنا عظمة الدين. الأمة اللي تحترم نفسها مرت الشهيد ما يكونش عندها ديون، عيب على أمة نقولوا عليها باللي الشهيد اللي قدم روحه وندرسه ونقولوا الشهيد إلا مات عنده ديون، يسمى طفرت فيه، هو مد روحه وحنا نزيد نقولوا عنده الديون. هذه أمة، هذه مستحيل نفهموا الأحاديث بالمقلوب، هذا عيب ندرسوه ونقولوا للناس وماشي فاهمين الحديث. وسمعتها أنا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، على خاطرش هو ما قعدش يلايم في الثروة، هو مد نفسه في سبيل الله وفي سبيل الوطن. ومن بعد انا نجي ندرس للناس نقول لهم حتى الشهيد ما يغفرلوش. يسمى العربي بن مهيدي الى عنده الديون ذكاء انا لاباس. فهموا النصوص، ان الحكمه هي فهم شرع الله، هي فهم النصوص. الرسول حب يقولنا الى الشهيد مد روحه، عيب عليكم تخلوا عنده دين، سدد له الديون. وافهم بانه المعنى اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم شأن ماذا؟ الدين. هو الرسول حنين، أحن منه ما كاش إلا رب العالمين، ما صلاش على اللي عنده الدين. بصح علاش ما صلاش عليه؟ مش حنين عليه. كيف أبي بن سلول حب يصلي عليه ومدلوا العباية ودفنوا فيها باش يفهم الأمة باللي الديون صعبة، ما تخليش الناس تاكلهم رزقهم وتجي تصلي، سدد يالو كان بالشوية. هذا هو المقصود. أما باش نفهمه باللي الرسول ما يصليش على الشهيد ونصدروه عفوا ما يصليش على صاحب الدين، ونفهموا الناس باللي الرسول شديد على الناس، لا لا حاشا، ربي قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، والدليل أنه صلى عليه، لأنه واحد شهم في الأمة وقف وقف يا رسول الله أني هنا، كيكونوا رجال ما تخافش. سمحوا لي نحكي لكم هذه، في أمريكا مرة، سمعوا سمعوا يا خوتي نالي يكونوا رجال، حضرت جنازة تاع واحد من أعز الناس، أخ جزائري دكتور عبد الناصر رحمه الله في شيكاغو، مشيت ربع ساعة الجنازة بين أفضل الإخوة اللي شفتهم في حياتي، توفى، كان إنسان أمة يساعد كل واحد يروح لأمريكا.
فتوفى بالسرطان رحمه الله. جمعتني به أعمال وعلاقة طيبة جدا، فدخلنا من أجل أن نصلي عليه في المسجد الذي كان ينشط فيه. في المسجد كله يبكي عليه من كل الأجناس تاع الدول العربية والإسلامية. فوقف إمام المسجد ذكره الله بخير شيخ جمال من الأردن، قال على الأخ عبد الناصر 150,000 دولار دين. سمعوا يا رجال، قال على أخيكم عبد الناصر الدكتور عبد الناصر 150,000 دولار لا ندفنه حتى تقضى. أقسم بالله غير ربع ساعة جمع 150,000. في ربع ساعة لم نصلي عليه الجنازة وتحطت 150,000 دولار. نعم، قيمة خوكم في بلاد الغرب رحمة الله عليه، سددوا له ديون الرجال. هذا هو الفهم للنصوص. نصوص ما تجيش إلا باش تحركنا إذا كانت عندنا الحكمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى فهم ديننا ردا جميلا.